إذن للحديث أكثر حول الإجراءات الحكومية الرامية لضبط المنافذ الحدودية ينضم معنا المحلل والقاضي السابق السيد عبد الأمير الشمري. أهلا بك سيد عبد الأمير. في النشرة الإخبارية يعني هيئة المنافذ الحدودية أعلنت عن استكمال الربط الشبكي في منفذ المنظرية الحدودي، أي سيتم تدقيق البضائع الإلكترونية للحد من عمليات التهريب. كيف ترى هذه الخطوة وهل ستساهم فعليا بضبط الحدود؟ مساء الخير عليكم وعلى جمهورنا العراقي، وصيام مقبول على الجميع. هي خطوة بالاتجاه الصحيح، ونتمنى أن يحصل ربط شبكي لكافة المنافذ الحدودية. مثل ما تعرفون للعراق حدود طويلة جدا مع دول الجوار، تصل مع إيران إلى أكثر من 1200 كيلومتر، وكذا الحال مع تركيا حوالي 300 كيلومتر، ومع سوريا ومع الأردن. واحنا غالبا ما تكون تجارة المخدرات نشطة من الجانب الإيراني فيما يخص الحشيشة والمواد الأخرى، لذلك يستلزم أن تكون هناك إجراءات صارمة لقطع الطرق النيسمية والمنافذ الغير رسمية، مع تعزيز المنافذ الرسمية بعناصر من جهاز الأمن الوطني ومن جهاز المخابرات ومن هيئة النزاهة. يستحسن أن تكون هناك الهيئات مشتركة، ليس الاعتماد على جهة واحدة، بل يجب أن تشترك هناك جهات عديدة. مثل ما تعرفون المخدرات تغزو البلد، والآن مهربي المخدرات بدأوا يلتجون إلى طرق كبيرة جدا وطرق صعبة جدا، يستخدمون أنواع معينة. حتى على السونار ممكن أن استخدام مواد لعبور المواد المخدرة من السونار والفحص، لذلك يستلزم أن يضع العراق في حسابه خطة محكمة لمنع المنافذ الغير رسمية والسيطرة على المنافذ الرسمية وربطها إلكترونيا. هي هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكن يجب أن تفعل بأجهزة رقابية قوية جدا. شبابنا بدأ يكون عرضة لتجارة المخدرات، العراق أصبح مع كل الأسف ساحة للتعاطي المخدرات، وهذه في السنوات القادمة سيكون نتائجها صعب جدا على شريحة الشباب، الشريحة التي يعول عليها المجتمع العراقي. لذلك نشد على أي كل شخص، سواء كانت رئاسة الوزراء أو الأخوة في المنافذ الحدودية، في تطبيق القانون. تهريب المخدرات ظاهرة منتشرة جدا، كذلك تهريب العملة، كذلك تهريب المواد الصعبة، هذه كلها تؤدي إلى نتائج عكسية في المجتمع العراقي. لذلك يستلزم أن تكون هناك رقابة صارمة، وهناك مراقبة تامة، سواء بالكاميرات الحرارية أو ما شابه ذلك. نعم سيد عبد الأمير، جميع الحكومات المتعاقبة كانت تشن حملة على المنافذ الحدودية في محاولة لضبطها وكذلك السيطرة على إيراداتها، لكن مع مرور الوقت لا تنجح هذه المحاولات، ما أسباب ذلك برأيك؟ السبب واضح جدا، واحنا اكدناه اكثر من مره. حقيقه اني انصح الاخ رئيس الوزراء ان يكون اختيار المنافذ الحدوديه بعيدا تاما عن الاحزاب. تدرين كل حزب وكل كتله لديها مصلحه في امور التهريب او ما شابه ذلك، لذلك يستحسن ان تسلم المنافذ الحدوديه الى اشخاص مستقلين ولا ينتمون الى اي رابطه حزبيه. وبالعكس، اي رابطه حزبيه لاي شخص بالمنافذ الحدوديه يجب اقالته ويجب ابعاده اذا كان رئيس الوزراء يستطيع التحري من ذلك. إذا كانت المنافذ الحدودية أي شخص مهما كان مسؤوليته في المنافذ الحدودية قد رشحته كتلة، أنصح الأخ رئيس الوزراء باستبدال كل شخص مرشح من كتلة، وأن يكون الترشيح حصرا من مكتب رئيس الوزراء، وحصرا بالذات من شخص رئيس الوزراء. العراق مليان بالكفاءات، مليان بالضباط، بالأكاديميين، بالاقتصاديين الفطاحل، مليان بضباط المخابرات الذين يشهد لهم الجميع بالنزاهة وبياض اليد. لذلك إذا أردنا أن نحافظ على الحدود العراقية وعلى المنافذ الحدودية آمنة ومنع آفة التهريب، تسلم المنافذ الحدودية كافة إلى أشخاص مستقلين تماما وليس لهم ولاء حزبي لأي جهة كانت. هذا هو النجاح الحقيقي. حال أي جهة مستقلة يجب أن تسلم إلى أشخاص لا يرتبطون بمنافع حزبية ضيقة. نعم، يعني في مشروع قانون الموازنة الحالي بلغت الإيرادات غير النفطية ومن بينها المنافذ الحدودية أكثر من 17 تريليون دينار، برأيك ما الإجراءات المطلوب اتخاذها لتعظيم هذه الإيرادات؟
حقيقة احنا المنافذ الحدودية انا اعتبرها اهم من النفط. النفط من الممكن بعد انتهاء الأزمة الروسية قد ينزل سعر النفط، وقد نلاحظ ان هناك تدهور باسعار النفط قد تصل الى 50 دولار او اقل من 50 دولار، وبالتالي الموازنة العراقية بنيت على سعر النفط 70 دولار للبرميل الواحد. لذلك يجب ان تضع الحكومة في حساباتها مصادر اخرى لتمويل الميزانية. المنافذ الحدودية مهمة جدا، يعني انا حسب تقرير وزارة التجارة التركية، التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ ما قيمته 24 مليار دولار، كم حصة العراق من هذه المنافذ؟ لذلك يجب أن تعاد حسابات المنافذ حسابات دقيقة جدا. المنافذ الحدودية دخلها الشهري كبير جدا، إذا ضبطت بشكل دقيق وسلمت إلى أشخاص مستقلين وتم الربط الشبكي والإلكتروني وتمت مراقبة، صدقيني ستكون المبالغ 3 أضعاف المبالغ الحالية. لذلك يجب أن تكون هناك صحوة في المنافذ الحدودية ومنع أي منفذ غير رسمي، سواء كانت على الخليج العربي أو سواء كانت في المنافذ البرية المنتشرة في كافة المناطق الحدودية للعراق الحبيب. نعم سيد عبد الأمير، يعني لنتحدث بصراحة، هل تعتقد أن ملف المنافذ الحدودية بحاجة الآن إلى قرار سياسي في ظل سيطرة بعض الجهات المتنفذة عليه؟ حقيقة أنا أكدها وأكثر من مرة، وإحنا خلينا نتحدث بصراحة، يجب أن تكون المنافذ الحدودية حصرا بيد رئيس الوزراء. يجب منع أي كتلة أو حزب من التدخل بالمنافذ الحدودية. يعني إحنا ما نخون، ولكن هناك مصالح حزبية، هناك علاقات حزبية مع دول الجوار ما شابه ذلك. لذلك يجب أن تكون المنافذ الحدودية مستقلة قولا وفعلا، ويجب أن تكون بيد رئيس الوزراء حصرا، ويجب أن تكون هناك مراقبة صارمة في هذه المنافذ. المنافذ الحدودية بإمكانها أن تخرب الاقتصاد العراقي، بإمكانها إدخال المخدرات. لذلك احنا ثقتنا عالية بهم، ولكن يجب تعزيز الحاليين بأشخاص مستقلين وتقوية المنفذ فيما يشمل الأمن الوطني، المخابرات، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، هاي كلها أخليها مشتركة حتى أضمن سلامة دخول البضائع وسلامة استيفاء الأموال الضريبية في المنافذ الحدودية. نعم المحلل والقاضي السابق السيد عبد الأمير الشمري، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.